السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة نهلة محمود، ماجستير طب أسرة القصر العيني. بعمل فاميلي ميديسين كورس لأطباء الأسرة والأطباء العموم. النهاردة إن شاء الله موضوعنا عن الأنيميا، إزاي نشخص أنيميا والكلاسيفيكيشن بتاع الأنيميا والديفرنشيال دايجنوزيس بتاع الأنيميا. لو جالك عيان وشخصته إنه أنيميا، تعرف الأنيميا بتاعته دي نوعها إيه وتفرقها عن الأنواع التانية. اول حاجه في الانيميا، ازاي نشخص انيميا؟ طبعا هنشخص انيميا بالسي بي سي. السي بي سي اللي هو الكومبليت بلاد كاونت اللي احنا بنطلبه. طيب جالك السي بي سي، اول حاجه هتشوفها هي هتشوفها الهيموجلوبين. الهيموجلوبين لازم يبقى اقل من 13 جرام بر دي سيلتر في الميل واقل من 12 جرام بر دي سيلتر في الفيميل عشان نشخص انيميا. هو نورمال كام في الميل؟ نورمال من 13 ل 18، وفي الفيميل من 12 ل 16 جرام بر دي سي لتر. يبقى نحفظ الرقمين 12 و 13. اقل من 12 جرام بر دي سي لتر في الفيميل يبقى ده انيميا، اقل من 13 جرام بر دي سي لتر في الميل يبقى ده انيميا. طيب تاني حاجه هنشوفها هي حاجه اسمها الهيماتوكريت. الهيماتوكريت is a percentage of a given volume of whole blood occupied by bagged RBCs. يعني كده باختصار، عينة الدم اللي انت سحبتها فيها قد ايه باجد ار بي سيز من البرسنتج بتاعتها، تمام؟ يبقى فيها عينة الدم اللي انت بتحللها فيها قد ايه باجد ار بي سيز. اقل من 45% ان ميل دي انيميا، اقل من 37% في الفيميل يبقى دي انيميا. هنحفظ 4 و3 الرقمين دول، هنا هنحط 5 جنب الاربعة، 45% في الميل و37% في الفيميل. هي نورمال كام؟ نورمال من 45 ل 62% في الميل، ومن 37 ل 48% في الفيميل، تمام؟ يبقى نحفظ 4 و3، 45% في الفيميل، أقل من 45% في الميل يبقى ده أنيميا، و 37 أقل من 37% في الفيميل يبقى ده أنيميا. عرفنا ايه هو الهيماتوكريت؟ is a percentage of a given volume of whole blood occupied by bagged RBCs. يعني البرسنتج بتاع الار بي سيز اللي موجوده في البلد اللي انت بتحلله في قد ايه ار بي سيز، تمام؟ المين كورباسكولار فوليوم. تالت حاجه المين كورباسكولار فوليوم، دي اهم حاجه بقى. المين كورباسكولار فوليوم اللي احنا بنشوفها اختصارها ام سي في، دي الميجرمنت اوف سايز اوف ار بي سيز. يعني بتقيس حجم الار بي سيز، سايز اوف ار بي سيز، ميجرمنت اوف سايز اوف ار بي سيز. دي النورمال من كام؟ من 80 ل 100. على اساس الام سي في المين كورباسكولار فوليوم هنعمل كلاسيفيكيشن للانيميا. يعني على اساس، على حسب السايز بتاع الار بي سيز. لو له مين كورباسكولار فوليوم اقل من 80، احنا قلنا الرينج من 80 ل 100، يبقى لو له اقل من 80 يبقى دي مايكروسيتيك انيميا. والكوزز بتاع المايكروسيتيك انيميا انا هقول دلوقتي نيمونيكس بس كده عشان تسهل الكلاسيفيكيشن، وبعد كده هنشرح المايكروسيتيك انيميا. اسبابها بتتجمع في كلمة تيلز. تيلز تي فور ثلاسيميا، اي فور انيميا اوف كرونيك ديسيز، واختصارها اي سي دي، انيميا اوف كرونيك ديسيز. اي فور ايرن ديفيشنسي انيميا، ال فور ليد بويزنينج، اس فور سيدروبلاستيك انيميا، تمام؟ يبقى بتجمعها كلمة تيلز. طيب لو نورمال ام سي في من 80 ل 100 بنسميها نورمو سيتك. نورمال يبقى نورمو سيتك انيميا، يعني حجم الار بي سيز، السايز بتاع الار بي سيز نورمال. والاسباب بتاعتها بتجمعها اي بي سي دي، اي اكيوت بلاد لوس، بي بون مارو فيلير، سي كرونيك ديسيز، دي ديستراكشن اللي هو الهيموليسيس. خلي بالك ان الكرونيك ديسيز موجوده، ممكن تبقى نورموسيتك وممكن تبقى مايكروسيتك انيميا، يعني يا اما مايكروسيتك انيميا يا اما نورموسيتك انيميا. طيب الهاي ام سي في يبقى اقل اكبر من 100 بنسميها ماكروسيتك انيميا، يعني السايز بتاع الار بي سيز كبيره. الاسباب بتاعتها بتجمعها اي بي سي دي اي اف. اي فور الكحوليزم، الكحوليك ليفر ديزيز او الكحوليزم عموما،
الكحوليزم والليفر ديسيز، معاها الليفر ديسيز لان الكحول بيسبب اساسا ليفر ديسيز، بس اي ليفر ديسيز تانية بتعمل ماكروسيتيك انيميا. بي 12 ديفيشنسي كومبنسات، البي 4 بي 12 ديفيشنسي، السي 4 كومبنساتوري ريتيكولوسايتوزيس. كومبنساتوري ريتيكولوسايتوزيس يعني ايه؟ كومبنساتوري يعني بتعوض حاجه، بتعوض ايه؟ بتعوض فقد في الار بي سيز عن طريق الهيموليسيس او بلاد لوس. لو العين ده بيحصل له هيموليسيس او بلاد لوس بنلاقي فيه ريتيكولوسايتوزيس عاليه، والريتيكولوسايتوزيس دي البيبي بتاع الار بي سيز وحجمها اكبر من الحجم الماتيور ار بي سيز. فلما نشوف العين ده لو عنده كومبنساتوري ريتيكولوسايتوزيس نتيجه اكيوت بلاد لوس او هيموليسيس بنشوف الار بي سيز عنده كبيره، فبيبقى عنده ماكروسيتيك انيميا. الدي فور دراجز زي سايتوتوكسيك دراجز، الدي برضو فور ديسبليزيا، ديسبليزيا يعني بون مارو فيلير، يعني حصل خلل في البرودكشن في السيلز في الهيماتولوجيكال سيلز في البون مارو. البون مارو ده المصنع بتاع الهيماتولوجيكال سيلز الار بي سيز وغيرها، فلما يحصل له ديسبليزيا يبقى يحصل له خلل او بون مارو فيلير، يبقى ده برضو من اسباب الماكروسيتيك انيميا. الاي فور اندوكراين زي الهايبوثايروديزم، وخلي بالك ان في حالة الهايبوثايرويديزم اساسا نورموسيتيك انيميا، يعني في الاغلب بتبقى نورموسيتيك انيميا، بتبقى من الكرونيك ديزيز، بتبقى من الانيميا اوف كرونيك ديزيز نورموسيتيك انيميا، بس في بعض الاحيان بنلاقيها ماكروسيتيك انيميا، بتعمل ماكروسيتيك انيميا. الاف فور فوليت ديفيشنسي، الاف برضو فور فيتس زي حالات البريجننسي، اف فور فيتس يعني حالات البريجننسي برضو بنلاقيها ماكروسيتيك انيميا. يبقى عرفنا الكلاسيفيكيشن بتاع الانيميا اكوردنج تو ام سي في، المين كورباسكولار فوليوم اللي هو بيقيس السايز بتاع الار بي سيز، يا اما لو يبقى ده مايكروسيتيك وبتجمعها كلمه تيلز، ثلاسيميا، انيميا اوف كرونيك ديزيز، ايرون ديفيشنسي، ليد بويزنينج، سيدروبلاستيك انيميا. نورمال ام سي في من 80 ل 100 ودي نورموسيتيك، بتجمعها اي بي سي دي، اكيوت بلاد لوس، بون مارو فيلير، كرونيك ديزيز، ديستراكشن، هيموليسيس. هاي ام سي في اكبر من 100 تبقى دي ماكروسيتيك انيميا وبتجمعها اي بي سي دي اي اف، الكحوليزم، ليفر ديزيز، بي 12 ديفيشنسي، كومبنساتوري ريتيكولوسايتوزيس، دراجز زي سايتوتوكسيك دراجز او ديسبليزيا، اندوكراين زي الهايبوثايروديزم، فوليت ديفيشنسي او حالات البريجننسي اللي هي حالات الفيتس. طيب لو العيان ده انت لقيته مايكروسيتيك يعني الام سي في بتاعته اقل من 80 مايكروسيتيك انيميا، اول حاجه هتفكر فيها هو العيان ده ايرون ديفيشنسي انيميا، دي اشهر حاجه ذا موست كومن كوز اوف مايكروسيتيك انيميا از ايرون ديفيشنسي انيميا. بس احنا عايزين نستبعد الاسباب التانية اللي هي بقيه الحالات بتاعه التيلز، عايزين نستبعد الحالات التانية اللي هي ايه؟ اللي هي اللي هي الثلاسيميا اللي هي سيدروبلاستيك انيميا اللي هي الانيميا اوف كرونيك ديزيز. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل ايرن انديسيس، حاجه اسمها ايرن انديسيس. ايه هي الايرن انديسيس؟ عايزين نطمن على حاله الايرن، نتاكد ان الايرن ده ناقص عشان نشخص عشان نشخص ايرن ديفيشنسي انيميا. يبقى احنا هنطلب السيرم ايرن، هنطلب الفريتين، هنطلب التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي. التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي ده بيرفلكت الترانسفيرين ان بلاد، اذا اماونت توتال اماونت اوف ترانسفيرين ان بلاد. ايه هو الترانسفيرين؟ الترانسفيرين ده الاتوبيس بتاع الايرن اللي بيمسك الايرن وبيمشي فيه في البلد. والساتوريشن، ولما يقول لك ايرن ساتوريشن او ترانسفيرين ساتوريشن، الاتوبيس ده مليان ولا فاضي؟ الساتوريشن ده الاتوبيس ده مليان ولا فاضي؟ تمام. وهنشوف حاجه اسمها ريد سيل ديستريبيوشن ويدز، اختصارها RDW، Red Cell Distribution Widths، RDW دي بنلاقيها في السي بي سي. ال RDW كل واحد بشوف كده في السي بي سي هتلاقي ال Red Cell Distribution Widths RDW دي بتقيس ايه؟ بتقيس ال variance in size of RBCs في البلد، يعني في RBCs صغيرة وفي RBCs كبيرة ولا كله مقاس واحد؟ هي normal في variation، normal من 11 ل 15، نورمال في فاريشن في ار بي سي صغيره، ار بي سي كبيره، ار بي سي وسط، في نورمال فاريشن من في الار بي سي في البلاط، النورمال ده من 11 ل 15%. تمام. طيب
بيزيد في حالات الايرن ديفيشنسي انيميا، هتلاقيه زايد اكبر من 15 في حالات الايرن ديفيشنسي انيميا. طيب نشوف كده الديفرنشال دايجنوزس او هنفرق بينهم ازاي، اللي هو هنفرق بين الايرن ديفيشنسي انيميا، الانيميا اوف كرونيك ديزيز اللي هي الاي سي دي، السيدروبلاستيك انيميا والثلاسيميا. طيب عشان برضو نبقى كل حاجه واضحه، ايه هي السيدروبلاستيك انيميا؟ لانها مش هتتذكر في حالات الانيميا، بعد كده ان شاء الله انا هعمل حالات للانيميا عشان نغطي كل حالات الانيميا. ده بس فيديو للديفرنشال دايجنوزس، برود ديفرنشال دايجنوزس للانيميا كده، وعشان تقدر تفرق بين حالات الانيميا عموما. بعد كده يبقى في فيديوهات سبيسيفيك لكل حاله من حالات الانيميا. طيب السيدروبلاستيك انيميا، ايه هي السيدروبلاستيك انيميا؟ لانها مش هتتذكر في الحالات. السيدروبلاستيك دي انيميا، دي انيميا بتكاركترايزد باي انكريس سيرام ايرن، يبقى هتلاقي العيان عنده انيميا بس لما تيجي تعمل له سيرام ايرن هتلاقي السيرام ايرن بتاعه عالي. طيب برضو بتتشخص ازاي انيميا مع سيرام ايرن عالي؟ كمان بنعمل ايه؟ بنعمل بلاد فيلم، بنلاقي حاجه اسمها سيدروبلاست، هي سيدروبلاستيك انيميا نتيجه لان احنا بنلاقي السيدروبلاست في البلاد فيلم. ايه هي السيدروبلاست؟ هي الاريثروسايت وذ ايرن كونتيننج جرانيولز ان سيتوبلازم، يبقى في الاريثروسايت السيتوبلازم بتاعها في جرانيولز فيها ايرن. طيب الاسباب بتاعتها ايه؟ الاسباب بتاعتها اما هيريديتري ودي اكس لينكد، والميديان سيرفايفل ريت، ميديان سيرفايفل 10 سنين، ما بيعيش اكتر من 10 سنين اللي عنده الانيميا دي، ده هيريديتري لو مخلوق بيها. طيب لو يا اما اكوايرد، واكوايرد يعني اكتسبها لما اتولد، يعني هو مش مولود بيها، اكوارد دي هو اكتسبها لما اتولد، ودي ايديوباثيك ملهاش كوز، ودي ايديوباثيك ملهاش كوز، ودي سب تايبس اوف بون مارو فيلير، يعني بنلاقي بون مارو فيلير، بنلاقي خلل في المايلو ديسبلاستيك سندروم، هناخده برضو، هناخد كلينيكال كيس عليها برضو ان شاء الله. ده نوع من تسهيلا كده، ده نوع من انواع البون مارو حصل فيه خلل، البون مارو حصل فيه خلل ديسبليزي، يعني ما بيطلعش الخلايا كويس بتاع البلاد، الهيماتولوجيكال بلاد ما بيطلعهاش كويس. تمام اختصارا كده لحد ما ناخدها ان شاء الله. والحالات دي والعيان ده اللي عنده الاكوايرد سيدروبلاستيك انيميا او الايديوباثيك سيدروبلاستيك انيميا، بنلاقي عنده ريفراكتوري انيميا، مهما تدي له في علاجات الانيميا هي ريفراكتوري، ما بترسبونس، ما لهاش ريسبونس لاي علاج. طيب السبب الثالث من اسباب السيدروبلاستيك انيميا ريفرسيبل، ريفرسيبل يعني حالات ليها علاج، زي حالات زي لو العين ده بياخد دراجز زي الايزونايزايد هيدرازايد، وده علاج للتي بي، او الكلورامفينيكول، او حالات الهايبوثايرويديزم برضو بتعمل سيدروبلاستيك انيميا. لو وقفنا الدراج وعالجنا الهايبوثايرويديزم يبقى العيان ده ايه؟ هيخف من السيدروبلاستيك انيميا. طيب ايه هي التريتمنت بتاعها؟ التريتمنت الاول حالات الهيريديتري بترسبوند الهاي دوز اوف بايريدوكسين اللي هو فيتامين بي 6، حالات الاكوايرد اللي هي معاها بون مارو فيلير بترسبوند للاريثروبويتين والجرانيولوسايت كولين ستيميليتنج فاكتور، الحاجات دي بت 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 بتحاول انها تستيميليت البون مارو انه يطلع خلايا كويسه، جرانيولوسايت كولين ستيميليتنج فاكتور والاريثروبويتين. الريفرسيبل حالات الريفرسيبل زي حالات الدراجز والهايبوثايروديزم، بنوقف الدراج وبنعالج الهايبوثايروديزم العين ده بيتحسن، وبندي بلاد ترانسفيوجن لحالات السيفير انيميا لو العين ده هيموجلوبين وقع خالص بندي له بلاد ترانسفيوجن. يبقى دي باختصار كده السيدروبلاستيك انيميا، عشان ما نسمعش حاجات ايه مش عارفين معناها. يبقى السيدروبلاستيك انيميا باختصار هي انيميا معها ايرن عالي. تمام. طيب الايرن انديسز، الفريتين، السيرم ايرن، التوتال ايرن بايند كاباسيتي، قلنا ده الترانسفيرين في البلاد اللي هو الاوتوبيس بتاع الايرن، والساتوريشن بتاعه الاوتوبيس ده فاضي ولا مليان، والريد سيل ديستريبيوشن ويتس قلنا بنشوفه في السي بي سي، وبرده بيساعدنا على التفرقه بين الكيزز بتاع او التايبس اوف مايكروسيتيك انيميا. طيب الايرن ديفيشنسي انيميا بنلاقي السيرم ايرن واطي اكيد، الفيريتين ده الاستورج بتاع الايرن بنلاقيه برده واطي، طيب قليل. طيب التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي اللي هو الاوتوبيس بتاع الايرن، لما الاوتوبيس بتاع الايرن هنلاقيه متوفر بقى في كل حته في البلاط وفاضي، والساتوريشن بتاعه ايه قليل، لان هو ايه فاضي، اوتوبيس موجود بكثره بس فاضي،
ده التوتال ايرون بايندنج كاباسيتي. ريد سيل ديستريبيوشن ويدز قلنا في الايرون ديفيشنسي انيميا اكبر من 15، هو نورمال من 11 ل 15، وقلنا ده بيقيس الميجرمنت اوف فاريانس ان ار بي سي سايز، الفرق بين الار بي سي سايز الموجوده في السيركيوليشن، وده عالي اكبر من 15% في الايرون ديفيشنسي انيميا. طب الانيميا اوف كرونيك ديزيز السيرم ايرون هنلاقيه واطي برضو قليل. طيب الفيريتين ممكن نلاقيه نورمال وممكن نلاقيه عالي. ليه الفيريتين عالي في الانيميا اوف كرونيك ديزيز؟ لان ممكن يبقى سبب الكرونيك ديزيز ده ممكن يبقى سببه انفلاميشن، والفيريتين ده اكيوت فيز رياكتنت بيزيد مع حالات الانفلاميشن. تمام، يعني الفيريتين ده انريلايبل، ان احنا لو في حالات انفلاميشن او حالات كرونيك ديزيز ما نحكمش على انها ايرون ديفيشنسي انيميا او لا بقياس الفيريتين. طب التوتال ايرون بايندنج كاباسيتي الاوتوبيس بتاع الايرون قليل برضو، يعني الايرون قليل والاوتوبيس بتاعه قليل، لان في خلل في الـ في الـ في, الـ في الجسم، في انفلاميشن وفي كرونيك ديزيز، فحتى الاوتوبيس اللي بيشيل اليورين ده ايه اللي بيشيل الايرون في البلاد ده قليل برضو. هنا في حالات الايرون ديفيشنسي انيميا الاوتوبيس موجود وكتير مستني بس ايرون، اول ما تديله ايرون يتظبط على طول. لكن المشكله في الانيميا اوف كرونيك ديزيز مش الايرون، المشكله ان في خلل في الجسم نفسه ادى الى قله الايرون وقله كل حاجه تتعلق بالايرون، زي ايه؟ زي التوتال ايرون بايندنج كاباسيتي اللي هو الترانسفيرين الموجود في البلاد اللي بيشيل الايرون اللي هو الاوتوبيس بتاع الايرون. تمام، ريد سيل ديستريبيوشن ويدز نورمال، دي اللي برضو مهمه جدا، دي نورمال في الانيميا اوف كرونيك ديزيز. الريد سيل ديستريبيوشن ويدز نورمال من 11 ل 15، مش زايده زي الايرون ديفيشنسي انيميا. طيب السيدروبلاستيك انيميا الفيريتين ممكن يبقى نورمال او ممكن يبقى عالي. خلوا بالكم السيدروبلاستيك دي انيميا معها انيميا معاها ايرن عالي، انيميا بتتميز بالايرن عالي، يبقى دي عالي بقى زغر الاثنين الاولانيين اللي الايرن قليل، السيدروبلاستيك انيميا فيها الايرن عالي. طب التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي نورمال، مش زايد زي ما الايرن زايد، نورمال. طب الريد سيل ديستريبيوشن ويدز عالي زي الايرن ديفيشنسي انيميا. الثلاسيميا حالات الثلاسيميا اللي هي ديفكت ان هيموجلوبين تشين، وبرده هناخد عليها حالات ان شاء الله. ديفكت ان هيموجلوبين تشين، هيموجلوبين فيه الفا تشين وبيتا تشين، ممكن يبقى فيه ديفكت الفا ثلاسيميا في الالفا تشين، او ممكن يبقى فيه ديفكت في البيتا تشين، يبقى الفا ثلاسيميا او بيتا ثلاسيميا. العيان ده بيعيش على البلاد ترانسفيوجن. الفيريتين نورمال او عالي، ليه الفيريتين نورمال او عالي؟ لانه بياخد بلاد ترانسفيوجن، فهتلاقي الايرن ممكن يبقى عنده عالي والايرن برده ممكن يبقى نورمال او عالي نتيجه البلاد ترانسفيوجن. التوتال ايرون بايندنج كاباسيتي نورمال مش بيتاثر. الريد سيل ديستريبيوشن ويدز يا اما هتلاقيه نورمال يا اما هتلاقيه عالي. تمام، يبقى كله الريد سيل ديستريبيوشن ويدز ممكن تلاقيه كله عالي ما عدا الانيميا اوف كرونيك ديزيز بيبقى نورمال، وممكن يبقى نورمال برضو في حالات الثلاسيميا. طيب قلنا ان الفيريتين انريلايبل اكيوت، هو لانه اكيوت فيز رياكتنت بيزيد في حالات الانفلاميشن، ف ما بنقدرش قوي نحكم من خلاله ده ايرون ديفيشنسي انيميا او مش ايرون ديفيشنسي انيميا. طيب لو الفيريتين اكبر من 100 مايكرو جرام بير ميلي استحاله تكون دي ايرون ديفيشنسي انيميا. طب لو الفيريتين اقل من 45 مايكرو جرام بير ميلي يبقى دي نحلف ان دي ايرون ديفيشنسي انيميا. طب لو الفيريتين بقى بين ما هو لا هو 45 ولا هو 100، يعني من 46 ل 99 ولا 45 ولا 100، من 46 ل 99 دي بنسميها الجري زون اوف فيريتين. لازم نعمل الايرن انديسس، لازم نعمل بقيه الايرن انديسس. طيب لو لقينا التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي السيرم ايرن قليل والاتوبيس بتاعه كتير ومرطرط في البلد والساتوريشن بتاعه قليل، يعني الاتوبيس فاضي الساتوريشن قليل، يبقى دي خلاص على كده دي ايرن ديفيشنسي انيميا، مش هنعمل حاجه تاني. طب لو لقينا بقى اي حاجه من دول مش ماشيه مع الموضوع، يعني لقينا مثلا الساتوريشن عالي، لقينا مثلا التوتال ايرن كاباسيتي التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي قليل، تمام، يبقى لازم نعمل حاجه اسمها سوليبل ترانسفيرين ريسبتور. سوليبل ترانسفيرين ريسبتور اختصارها كده اس تي اف ار، سوليبل ترانسفيرين ريسبتورز.
سوليبل ترانسفيرين، واخد الاف بتاع الترانسفيرين ريسبتورز سوليبل، والتي الاس سمول والتي كابيتال والاف سمول والار كابيتال. سوليبل ترانسفيرين ريسبتور، الاس هنا باينه انها كابيتال بس هي سمول صغيره. سوليبل ترانسفيرين ريسبتور، ايه هي السوليبل ترانسفيرين ريسبتورز دي؟ سوليبل ترانسفيرين ريسبتورز دي اللي موجوده على سطح الاريثروبلاست، بتبقى موجوده في حالات بتبقى موجوده على سطح الاريثروبلاست. طب السوليبل ترانسفيرين ريسبتور ده ايه علاقته بحالات الايرن ديفيشنسي انيميا؟ السوليبل ترانسفيرين ريسبتور ده انفرسلي بروبورشنت تو ايرن تو سيرم ايرن، يعني بيزيد لو في ايرن ديفيشنسي انيميا، يعني لو لقيناه زايد يبقى دي ايرن ديفيشنسي انيميا، بيقل لو ما فيش ايرن ديفيشنسي انيميا. تمام، يبقى هو انفرسلي بروبورشنال تو ايرن ان 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 بلاد، لو الايرن عالي يبقى قليل، هو لو الايرن قليل في حالات الايرن ديفيشنسي انيميا يبقى هو عالي، يبقى هو عالي. تمام، طيب لو لقينا بقى ان السيرم ايرن تمام وتوتال ايرن بايندينج كاباسيتي الاوتوبيس بتاعه قليل، مش موجود لان هو مختفي، مش موجود بكثره لان الايرن عالي والساتوريشن بتاعه الاوتوبيس مليان، يبقى ده نحلف برضو ان ايه دي مفيش ايرن ديفيشنسي انيميا. طيب في حاجه بقى مهمه جدا، ان الايرن ديفيشنسي انيميا از ا كومن بريزنتيشن اوف جي اي تي بليدنج، لور جي اي تي بليدنج زي اشهر حاجه حالات الكولوريكتال كانسر، لو العيان ده بيشتكي من ديسبيبسيا، لو العيان ده بيشتكي من بلاد ان ستول، لازم نقول له لازم تعمل ابر جي اي تي اندوسكوبي وكولونوسكوبي عشان نشوف لو يمكن عنده ألسر جاستريك ألسر او ديودينال ألسر عامل بليدنج، يمكن عنده كانسر في الاستومك، يمكن عنده لو هو هنعمل كمان كولونوسكوبي عشان نسكرين الايه الكولوريكتال كانسر، لو العيان ده سيمتوماتيك، لو عنده ديسبيبسيا، لو عنده بلاد في الاستول، وكمان لو شكينا في حالات الثلاسيميا نعمل حاجه اسمها ايه هيموجلوبين الكتروفوريسيس، لان الهيموجلوبين الكتروفوريسيس ده هو الانفستيجيشن المطلوب عشان يحدد هو العيان ده انهي تشين في الـ في الـ في الـ في الهيموجلوبين افكتد، وعلى اساسه هنعرف نوع الثلاسيميا اللي عنده، هل هي بيتا ثلاسيميا ولا هو الفا ثلاسيميا. تمام، عرفنا ان الريتيكولوسايت هي عرفنا ان الريتيكولوسايت، قلنا الريتيكولوسايت دي البيبي بتاع الار بي سيز، ولازم تزيد الريتيكولوسايت في حالات في حالات الانيميا، يعني لو العين ده عنده انيميا لازم الريتيكولوسايت تبقى عالية، ولو الريتيكولوسايت مش عالية يبقى ده البون مارو عنده مشكلة مش قادر يطلع ريتيكولوسايت جديدة، يبقى البون يبقى دي بنسميها هايبو بروليفراتيف، يبقى في عيب في مشكلة في البون مارو في وبيؤدي الى ديكريس برودكشن هايبو بروليفراتيف انيميا. طيب في بقى برضو ملحوظة ان الايرن ديفيشنسي انيميا is commonly coexist with anemia of chronic disease. طب ازاي نعرف ان العيان عنده الاثنين iron deficiency anemia مع anemia of chronic disease؟ لان iron deficiency anemia ليها علاج، لو خد iron خلاص هيساعد في ان احنا ان الانيميا بتاع العيان ده هتتصلح. ازاي هنشك لو السيروم في الروتين اقل من 100؟ احنا قلنا الرينج بتاعه من ايه، قلنا لو اقل من 45 يبقى ده ايرن ديفيشنسي انيميا، قلنا لو اكبر من 100 يبقى ده ما فيش ايرن ديفيشنسي انيميا. طب لو اقل من 100 في ان ذا سيتنج اوف كرونيك انفلاماتوري ديزيز، لان الفيريتين ده اكيوت فيز رياكتنت زايد المفروض في الكرونيك انفلاماتوري ديزيز، لو لقيناه قليل اقل من 100 في وموجود كرونيك انفلاماتوري رغم ان في كرونيك انفلاماتوري ديزيز، يبقى ده هايلي suspicious ان في العيان ده عنده برضو iron deficiency anemia مع الانيميا of chronic disease. تاني حاجة هنشوفها soluble transferrin receptor، قلنا soluble transferrin receptor ده عكس الايرن، لو في iron قليل يبقى ده عالي. تمام،
تالت حاجه ان احنا هندي ترايل ايرن ثيرابي لو العيان ده استجاب ليه. واول حاجه بتعرف ان العيان ده استجاب للعلاج بتاع الايرن ايه؟ الريتيكولوسايت كاونت. لو الريتيكولوسايت كاونت زاد في خلال 5 6 ايام من العلاج بتاع الايرن ديفيشنسي انيميا، يبقى العيان ده كان عنده ايرن ديفيشنسي انيميا، واكبر علامه ليه ان استجاب للعلاج والريتيكولوسايت كاونت بتاعه زاد. لكن لو الريتيكولوسايت ما استجابش، يبقى العيان ده هايبوبروليفراتيف، يعني العيان ده عنده كرونيك انفلاماتوري ديزيز، انيميا اوف كرونيك ديزيز، وما عندوش ايرن ديفيشنسي انيميا. تمام. طيب لو العيان ده عنده، لقينا الام سي في بتاعته اكبر من 100، يعني العيان ده عنده ماكروسيتيك انيميا، الاحتمالات ايه؟ الاحتمالات زي ما احنا قلنا A B C D E F. طيب نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه عشان خاطر هي الماكروسيتيك انيميا اشهر حاجة، الماكروسيتيك انيميا اشهر حاجة ليها الايرن ديفيشنسي. طب الماكروسيتيك انيميا اشهر حاجة ليها ايه؟ البي 12 ديفيشنسي والفوليت ديفيشنسي. يبقى هنعمل ايه؟ هنطلب سيرم بي 12، هنطلب ار بي سي فوليت، ار بي سي فوليت، مش هنطلب سيرم فوليت لان السيرم فوليت نون سبيسيفيك، لازم نطلب ار بي سي فوليت. وهنطلب الانتي بايوتيك تو انترنسيك فاكتور لو شخ... لو لو شكينا في برنيشس انيميا. البرنيشس انيميا دي بيبقى فيه انتي بادي اجينست الانترنسيك فاكتور اللي هو بيمسك في الفيتامين بي 12 وبيساعد على الابزوربشن بتاعه. تمام. طيب احنا دلوقتي لقينا البي 12 قليل، احنا لازم قبل ما تبدا علاج قبل ما تدي، لو لقيت الفوليت قليل لازم تاكسكلود البي 12 ديفيشنسي، ان مفيش بي 12 ديفيشنسي قبل ما تدي فوليت، لان لو عطيت فوليت مع وفي بي 12 ديفيشنسي ده بيزود النيورولوجيكال سيمتومز بتاعه البي 12 ديفيشنسي. وهناخد برضو بالتفصيل ان شاء الله حالات الماكروسيتيك انيميا وحالات البي 12 ديفيشنسي والبرزنتيشن بتاعها. طب من ضمن حالات الماكروسيتيك انيميا، من ضمن حالات الماكروسيتيك انيميا لو في قلنا لو في هايبوثايرويديزم، لو في ليفر ديسيز نتيجه الكحول او غيره، يبقى لازم نطمن على حاله الليفر، لازم نطمن على ان مفيش هايبوثايرويديزم، نعمل تي اس اتش، لازم نطمن ان العيان ده ما عندوش بلاد لوس ولا عنده هيموليتيك انيميا، ما عندوش ولا بلاد لوس ولا هيموليتيك انيميا، ما بينزفش من حته بلاد لوس، ما عندوش هيموريج، ما بينزفش من حته، ولا عنده هيموليتيك انيميا، عشان اللي هي حالات الكومبنساتوري ريتيكولوسايتوزس، لان هي الريتيكولوسايتوزس قلنا الريتيكولوسايت بتزيد في حالات البلاد لوس والهيموليتيك انيميا. يبقى عرفنا نعمل ايه لما العيان ده نلاقيه عنده ماكروسيتيك انيميا، لازم نعمل السيرم بي 12، لازم نعمل ار بي سي فوليت، لازم نعمل انتي بايوتيك تو انترنسيك فاكتور، لازم نطمن على حالة الليفر، لازم نطمن على حالة الثايرويد، لازم نتأكد ان العيان ده ما عندوش بلاد لوس بينزف من حتة معينة، لازم العيان ده نتأكد ان ما عندوش هيموليتيك انيميا. وهنشوف العيان ده نتأكد ازاي ان العيان ده ما عندوش هيموليتيك انيميا لما ناخد النورموسيتيك انيميا. طب انت لقيت العيان ده عنده نورموسيتيك انيميا، الام سي في بتاعه نورمال من 80 ل 100، ولا هو مايكروسيتيك ولا هو ماكروسيتيك؟ طيب هتشوف ايه؟ هتشوف الريتيكولوسايت كاونت. الريتيكولوسايت كاونت ده المفروض انه موجود في السي بي سي، بس هو بياخد وقت فبيطلبوه لوحده، يسموه تحليل الريتكس. الريتيكولوسايت كاونت يقول لك ده تحليل الريتكس. طيب لو لقينا الريتيكولوسايت كاونت عالي، يبقى العيان ده عنده حاجه من الاثنين، يا اما هيموليسيس يا اما بليدنج، يا اما بينزف يا اما دمه بيتكسر لسبب هيموليسيس. طيب الهيموليسيس بنعمل ايه؟ بنعمل كومبس تيست، عشان وفي دايركت كومبس تيست وفي اندايركت كومبس تيست. الدايركت كومبس تيست بيديتكت الانتي بودي على سطح الار بي سيز نفسها، لكن الاندايركت كومبس تيست بيديتكت الانتي بودي في السيرم اللي حوالين الار بي سيز. ده عشان نشخص ايه؟ عشان نستبعد الاوتو اميون هيموليتيك انيميا، عشان نستبعد الاوتو اميون هيموليتيك انيميا.
طيب ايه هي الماركرز بتاع الهيموليسيس؟ لو العيان ده عنده هيموليسيس، ايه هي الماركرز بتاع الهيموليسيس؟ نطلب ايه عشان نستبعد ان العيان ده عنده هيموليسيس؟ او ايه هي الماركرز بتاع الهيموليسيس؟ increase retics، قلنا الريتكس بتزيد في حالات الهيموليسيس. increase unconjugated bilirubin، increase urobilinogen in urine، increase lactate dehydrogenase بيزيد في حالات تكسير الخلايا عموما، increase lactate dehydrogenase ومنها حالات الهيموليتك انيميا. increase هابتوجلوبين، الهابتوجلوبين ده ايه؟ الهابتوجلوبين ده بروتين produced by liver عشان يعمل اي كليرنس للهيموجلوبين اللي حصل نتيجة الهيموليسيس من السيركيوليشن. يبقى هو بروتين بروديوسد باي ليفر عشان يعمل اي كليرنس، بيبايند للهيموجلوبين اللي موجود في السيركيوليشن نتيجة للهيموليسيس وبيعمل له كليرنس من السيركيوليشن. يبقى خمس حاجات بتزيد في الهيموليسيس: الريتكس، انكونجوجيتد بلوروبين، يوروبايلينوجين، لاكتيت ديهيدروجينيز، هابتوجلوبين. دول الماركرز بتاعه الهيموليسيس. يبقى لو شكينا في هيموليسيس يبقى لازم نعمل كومبس تيست عشان نستبعد الاوتو اميون هيموليتك انيميا، ولازم نشوف الماركرز بتاع الهيموليسيس موجوده ولا لا. طيب العيان ده الريتيكولوسايت بتاعته قليله مش كبيره وعنده نورموسيتك انيميا، يبقى العيان ده هايبوبروليفراتيف، يبقى العيان ده البون مارو بتاعه فيه مشكله نتيجه كرونيك ديسيز، ودي الانيميا اوف كرونيك ديسيز، او نتيجه البون مارو بروبلمز، حاصل ديسبليزيا في البون مارو، عنده في بون مارو عنده بروبلم هي اللي مسببه له النورموسيتك انيميا. يبقى لازم ايه نشوف البون مارو، ولازم ايه نكشف على البون مارو، نعمل تحليل بون مارو، بون مارو بروبلم لو ما عندوش انيميا اوف كرونيك ديسيز. تمام كده، كده خلصت حل، كده خلص الفيديو بتاع النهاردة، وبتمنى تكونوا استفدتوا، وبتمنى تشيروا الفيديو برضو للاستفادة، وان شاء الله باذن الله الفيديوهات الجاية هتبقى حالات كلينيكال كيسز على الانيميا. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وللاستفادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.